والبنك المركزي أعلن النهاردة أنه بكرة هيطرح أذون خزانة جديدة قيمتها 55 مليار جنيه. ال 55 مليار جنيه زي ما احنا عرفنا هتكون طبعا على أجل قصير وعلى أجل طويل، 182 يوم و364 يوم، وده تم بالتنسيق مع وزارة المالية عشان نسد عجز الموازنة الحالية. خرج لينا كمان الأستاذ أو الدكتور فخري الفقي اللي اتكلم وقال إن لغاية دلوقتي ما حصلش أي تخارج عندنا من أذون الخزانة خالص. ده كلامه، نسمعه ونرد عليه. مصر يعني حصلت على 45 مليار خلال فترة جذبت منذ تعويم تحقيق تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس اللي فات. تتدفق علينا بالاضافه لما كان موجودا، فالاجمالي دلوقتي حوالي 34 35 مليار. طبعا اغلبهم 99% منهم في اذونات خزانه، و1% بيروح باستحياء على البورصه في هذه الحاله. لا البورصه بقى بالنسبه لاذون الخزانه ما حصلش اي تخارج من اذون الخزانه حاليا، لكن هي ايوه ما حصلش عشان الاجراءات اللي كانت البورصه مصر. طيب هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ يعني هو ما حصلش اي تخارج، طب في عندنا مبلغ كده فقدناه امبارح واتكلمنا عنه من فرق بس بين مايو ويونيو، اخباره ايه؟ ده فين؟ ده جه منين؟ ما حصلش عندنا تخارج احنا خالص من اذون الخزانه. عموما انا مش هرد، جريده المال هي اللي بترد على الدكتور فخري الفقي وبتقول له ان عندنا 4 مليار دولار قيمه تخارجات الاجانب من اذون الخزانه في يونيو الماضي، الشهر اللي قبل اللي فات. يونيو الماضي حصل ان في 4 مليار دولار، دي كانت قيمه تخارج حصلت. والمصادر قالت ان شهر يونيو ده كان بيشهد خروج استثمارات من قبل المتعاملين الاجانب في ادوات الدين الحكوميه بحوالي 4 مليار دولار. تمام، ده الكلام ده بقاله حوالي اسبوع. تعال اخدك لاقرب شويه من 3 ايام كده، من 3 ايام جريده البورصه اللي اعلنت ان في 226 مليون دولار، 226 مليون دولار دول من صافي بيع الاجانب في الاذون والسندات المصريه، غير 297 مليون من مبيعاتهم يوم الخميس الماضي. اهو بلاش ده، جيب لك كمان، هات لي كمان خبر تاني وهو بيكلمنا على الاموال الساخنه من موقع ارم بيزنس اللي بيقول لك ان الاموال الساخنه استثمارات الاجانب بتكبد المصريين خسائر ملياريه. طبعا انت بتيجي بيدخلوا فتره طمعانين في الفايده العاليه اللي حضرتك بتحطها في اذون الخزانه وغيره وغيره، وتيجي مره واحده تروح قايل لنا ايه؟ هوب دول خرجوا اخدوا ارباحهم واخدوا فلوسهم وطلعوا، ويحطك انت بقى في ازمه انت مش عارف اولها من اخرها ازاي. وهي دي ازمه المال الساخن. اي مواطن دلوقتي في مصر، يعني الحمد لله دلوقتي قنواتنا، قنوات المعارضه والمواقع المعارضه بقت تفهم الناس حاجات ممكن الاول ما كانتش موجوده. بدات الناس تفهم، بدات الناس تعرف، ده بفضل قنوات المعارضه. الناس الاول كانت عندها ايه؟ اخبار اهرام، جمهوريه، احمد موسى، محمد الباز، مش عارفه، بكري، مصطفى بكري وغيرهم. خلاص هم دول مصدر المعلومات، اللي بيقولوه ما بيبقوش مقتنعين بس خلاص هو ده اللي بيسمعوه. دلوقتي بقى في كلام تاني، وفي تكذيبات، وفي تصريحات مختلفه، وفي شرح، وفي حقيقه بتظهر قدامك. فالناس بقت فاهمه، اي حد دلوقتي في مصر، اي حد دلوقتي بقى فاهم يعني ايه المال الساخن، خطوره المال الساخن. المال الساخن اللي بيجي بيعمل لك انتعاشه كده في الاقتصاد وفي العمله، وبعد كده ينزلك على كارثه حقيقيه انت مش قدها. هو ده اللي بيحصل. تصريحات الدكتور احمد كوجاك مستمره. امبارح كان في تصريحاته في العالمين، مع ان انا خدت تصريحاته امبارح، قال ان اولوياتنا سداد الديون، اولوياتنا سداد الدين، دي اول حاجه هنقدر نعملها. النهارده قال لك اول حاجه هنعملها اننا نحسن الخدمات المقدمه للمواطنين.
نحسن الخدمات المقدمة للمواطنين على قد ما نقدر، على قد ما نقدر. وأهم حاجة قالها، ومش هنفرض ضرائب جديدة. ده كلام وزير المالية. امبارح كان أولوياتنا سداد الدين، النهاردة الأولوية هي تحسين الخدمات اللي بيتم تقديمها للمواطنين، وإن احنا بنشتغل بكل جهد، وأهم حاجة إننا مش هنفرض ضرائب جديدة، على اعتبار يعني إيه الشعب يهدى، الشعب يهدى كده والناس تطمن، تقول لك الحمد لله مفيش ضرائب جديدة. لكن دي تصريحات وزير المالية. لكن عندنا رئيسة مصلحة الضرائب ليها وجهة نظر مختلفة شوية، عندها وجهة نظر مختلفة شوية أو معلومات مش ماشية قوي مع المعلومات اللي عند الدكتور أحمد كوجاك، لأنها طلعت واتكلمت وقالت إحنا بنخطط عشان نزود الإيرادات الضريبية، إحنا عايزينها في العام المالي الجاري توصل لتريليون، تريليون و840 مليار جنيه، تريليون و840 مليار جنيه. دي خطتنا السنة دي إننا نعملها. تعالوا نسمعها. الحمد لله قدرنا نحقق السنة دي معدلات نمو في الحصيلة الضريبية والإيرادات الضريبية بواقع 30%، ودي كانت طبعا معدلات نمو ما حدثتش من 5 سنين ماضية زي ما عرضنا النهاردة في المؤتمر. احنا حققنا السنة دي 1,482 مليار، بزيادة طبعا عن المماثل كان 1,139 مليار بمعدل 30%. بنستهدف ان شاء الله السنة الجاية ان احنا نحقق مستهدفاتنا 1,840 مليار، وده طبعا رقم كبير جدا، بس بنؤكد على ان احنا ان شاء الله بنستهدف تحقيقه. عايزة تزود 400 مليار، 400 وشوية مرة واحدة في العام المالي الحالي. امبارح طبعا كنت جبت لكم ان هم اعلنوا ان هم في العام المالي الحالي قدروا ان هم يجمعوا 4,270 مليون جنيه ضرائب الكترونية، وقلت لكم بصراحة رأيي في الضرائب الالكترونية، نصهم، نص قيمة المبلغ ده جاية من صناعة المحتوى، القنوات بقى بتاعت اللي بتطبخ وبتاعت اللي بترقص وبتاعت اللي كبس كبس، هم دول وهم عندهم كنترول طبعا لأنها تحويلات مالية بتجيلهم، فقادرين ان هم يخصموا أول بأول كما هو معمول بيه في كل دول العالم تقريبا يعني. فبس الصورة تضحك، صحيح الصورة تضحك. ونظرية ايه؟ انتوا مش هتغتنوا لوحدكم، مش هتغتنوا لوحدكم الناس، وبتسعوا لزيادة الضرائب. بصراحة الناس هتجيب منين؟ يعني فعلا مش عارفة ألاقي مخارج الناس تقدر منها إنها تجيب فلوس تغطي بيها كل اللي عندكم ده وكل تطلعاتكم المالية وتطلعات. نتمنى إن الضرايب تروح لمكان صح، تروح لفكرة تحسين الخدمات اللي بتقدم للمواطن بجد، أو على الأقل تحاول إن هي تبطئ شوية من فكرة هوجة ارتفاع الأسعار اللي للأسف وبكل أسف كل المؤشرات بتؤكد إننا داخلين عليها، وهتعرفوا بعد شوية الكلام ده بيحصل ليه. وزير المالية بيقول إن مصر في الوقت الحالي بتسعى للحصول على تمويلات ميسرة، تمويلات ميسرة عشان نقدر إننا نسد عجز الموازنة في السنة المالية 24-25. وفي تصريحات إن حاليا وزارة المالية بتلجأ للسوق المحلية بحيث إنها قروض وقروض ميسرة تحاول بيها المجوى أو العجز الكبير اللي موجود في الموازنة المالية في العام المالي 24-25. وكان اتكلم وزير المالية وقال إن عجز الموازنة في 2023-24 اللي انتهى في 30 يونيو اللي فات كان نص تريليون، 505 مليار، 505 مليار جنيه، يعني بنتكلم في حوالي 10.5 مليار دولار تقريبا في موازنة قيمتها كلها حوالي 3 تريليون جنيه. فعندنا عندنا من ال 3 تريليون عجز 505 نص مليار. ده الوضع في مصر. وكمان زي ما احنا شفناه امبارح